في الساعات الأخيرة وصل مصر مسؤول سعودي كبير في زيارة رسمية للقاهرة هتمتد لأيام، ومن المتوقع أنها تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة. فترى مين هو المسؤول ده وإيه الشراكات الجديدة اللي هيتم إبرامها ما بين مصر والمملكة؟ بانكير نبض البنوك. من ساعات وصل القاهرة المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية على رأس وفد رفيع المستوى بيضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال سعوديين في زيارة لبحث تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين مصر والمملكة وتعزيز فرص الاستثمار في كتير من المجالات، وعلى رأسها القطاع الصحي السعودية تدخل فيه بتقولها الفترة اللي جاية. التقى الوزير السعودي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين المصريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. ومن بين المسؤولين الكبار اللي قابلهم وزير الاستثمار السعودي الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، واللي أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات اللي بتربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وبين الشعبين المصري والسعودي. نائب رئيس الوزراء أكد أن الرئيس السيسي وجه بتعظيم التعاون والشراكات الاقتصادية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وأن وزارة النقل ووزارة الصناعة على استعداد تام لزيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي بالشكل اللي بيحقق مردود اقتصادي مثمر للبلدين. وأكد الوزير للمسؤول السعودي أن مجال اللوجستيات أحد المجالات الهامة اللي ممكن تشكل انطلاقة كبيرة للتعاون المثمر، وقال أن وزارة النقل بتنفذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الانتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مرورا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة في عدد مناطق منها السخنة، اسكندرية، العريش، طابة، القاهرة، طنطا، المنصورة، دمياط، وجرجوب، والسلوم، والقاهرة، وأسوان، وأبو سمبل، وسفاجة، وإنا وأبو طرطور. الوزير أكد المسؤول السعودي توافر فرص استثمارية واعدة في كافة المواني المصرية ومنها ميناء السخنة واسكندرية، بالإضافة للفرص الاستثمارية في مجال النقل البحري ومشروعات الجر الكهربائي وعلى رأسها شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة المواني الجافة والمناطق اللوجستية بواقع 31 ميناء جافة ومنطقة لوجستية هتساهم في انطلاق التعاون الاقتصادي المصري السعودي في مجالات النقل والصناعة واللوجستيات. وزير الاستثمار السعودي قابل كمان الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، واللي أكد هو كمان على أهمية تعزيز فرص الاستثمار في مجال الصناعات الدوائية والأمصال، وكشف أن السوق المصري ضخم وواعد في مجال تداول الدواء بطاقة إنتاجية بتغطي 91% من الاحتياجات المحلية للدواء بمعدل إنتاج سنوي 4 مليار علبة دواء، ووجود فرص استثمار في مجال الدواء والتطعيمات والأمصال بالقارة الأفريقية من خلال مصر لامتلاك القاهرة بنية تحتية مؤهلة واستقرار صناعة الدواء بالسوق المصري. ودعا نائب رئيس الوزراء الجانب السعودي لتشكيل مجموعة عمل لعرض الفرص المتاحة للاستثمار في القطاع الصحي وتحديدا في مجال التصنيع الدوائي والطبي وألبان الأطفال لتحقيق التعاون والتكامل بين مصر والسعودية في الاستثمار الصحي. أنا أشرفت أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.